ها انتوما ها البيتزا الحمدية على الطريقة الجبلية والأكلة الإيطالية. هلا شكون غالي شي طريب؟ 2 دراهم يلا. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله، وبكون الصحيحه مزيانه وكل شيء مزيان. المهم هذا النهار هذا غنشارك معكم انا عبد الوحيد البيتزا ديالنا اللي عندكم، بيتزا في الفرن، بيتزا شباعيه 100%، وعلى الطريقه ديالنا. وقبلوا علينا وقبلوا على هذا المكان اللي المتواضع اللي صغبناه صراحه، وباقي ما كملنا عليه، باقي خصنا نبيضوه وهذه. ولكن المهم انتم احبابنا عاد قبلوا علينا باش ما كان، عاد قبلوا علينا. ايوا ولسه قلنا هذه هنا باش ما يبان شي ديك الشي كحال التصميم تاع عبدو هذا. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير. شكرا على الكومونتيرات الغزالين، الله يرحم والديكم، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. تحيه للمغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه للجاليه المغربيه ديالنا اي بلاصه في العالم. نعاودها مره اخرى، تحيه للجاليه المغربيه ديالنا وتحيه للمغاربه ديالنا فين ما كانوا، المغاربه ديالنا فين ما كانوا. المهم كبقاتكم سلمى، اليوم غادي نشارك معكم البيتزا، البيتزا في الفرن تقليديه شباعيه. هذا الطريقه ديالنا. قبلوا علينا على المكان، عدلناهكم كما كتشوفوا، اللون الازرق الغراق ديال البحر. ومورانا عاود الجريده هذايا. المهم يلا يلا كنستعدوا، قبلوا علينا وعارفينكم قلبكم كبير ولا كومونتير خايف. شكرا لكم بزاف، شكرا والله الا شكرا لكم بزاف، وزيدوا عزيدوا زيدوا دفعوا. دابا الصراحه محتاجينكم بزاف، والله الا محتاجينكم بزاف بزاف. المهم باش ما نزيدوش نهضروا بزاف، خليكم على المقادير. المهم الطحين ديالي غربلتو، عملتو هنايا في هذا القصير. البيتزا بطح لي غالي انا، زيد زيد شريت بيتزا ب 50 درهم وفيها الكلامة. اشري وحده وما صغير وما دا وما دا وما دا عبد الله البيتزا سالفه في الدار. البيتزا ب 100 طلب فريك، لا لا ماشي 100 طلب فريك، المهم البيتزا 50 درهم ما عرفت لاش كعرف. المهم عملت 15 الف فرنك البيتزا ديالي عادي، البارح جبت لك 100 درهم ديال السفرة. المهم 150 درهم بطاح البيتزا، ثلاثة البيتزا، ما فهمتش شحال بطاح الرز. قولها رزقي مشي. المهم نفرحوا ولادنا وصافي. عملت هنا شوية جبن مليحة، غنعمل هنا شي معلقة السكر، ها بيدي العبار في يدان. عينك ميزانة شوية هاد الخميرة. لحظة قالت انا ما عنديش معايا عينك ميزانة، قول لي اختي المقادير، قول لي شحال، اعطيني الكرام. كنا عشوائيين. المهم الخميرة ديالي كان عملنا البنات في القرعة هذي كان صبار، وخا عملناها غير من تحت في الثلاجة كنصبركم. ها واحد الفكرة، ما غنمتش عليك بالخميرة. كاس الزيت بلدية، الزيت بلدية ضروري، الزيت بلدية في البيتزا هو اللي كيجيب البيتزا راطبة، هذا السر البيتزا. نسيت السحطر، شكون في جيبو السحطر؟ ماشي مشكل، تاع داك السحطر مشي زيد تحت النورمية وتما في القريعة في الشبكة، جيبو السحطر، جيب السحطر. المهم غنحك عليها شوية السحطر. اييه ايوا غنعجن، شكون عجنة انت ولا لا؟ انت ناتين غنعجنوها بالماء دافي، الماء ديالي وما دام دافيين انا ملي نمشي نطلق لك النار. ماشي دابا، طيب ماشي دابا، لا تختمر وقيو ديك الباقه صافي. انت موعدكم مع البيتزا تاع 12 الليل، الليل وحنا باقي مع البيتزا. صراحه الفرن هذا الشيء كيدير الوقت، كيدير الوقت. ولكن لا بغيتي اجي ديك النهار حنا كلينا لا 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 النهار كلينا بيتزا في طنجة، كي البيتزا وزلافة الحريرة. بيتزا 45 درهم، زلافة الحرير 8 دراهم. إيوا ها، ثلاثة زلافة الحرير 24، 80 درهم باقي. إيوا 80 درهم، هنا نعدل أربعة البيتزا قداش أنهم يشبعوا. تما كاينة الحريرة. ونصيفطوا ليماك وأختي شي جوج. واخا ضروري. شحال تبقى أنت سبعة البيتزا؟ لا باقيها أربعة، جوج لينا وجوج ليلي. أربعة مزيانة تما، وطيح لي البيتزا رخيصة. أيا تخرج لها غير المقادير حتى سير. لا قال. المهم حنا بنعمرو. صافي. بتجيب تجب دايتها. تجيب دايتها. صافي تجبد، ماشي انا نجبد هاي تايا وياه. لا هذيك التجبد ما ظلناش، انا خصك لها الجبن خربي واه. ودابا تيجيب ديك الجبن موتزاريلا اخر الاصفر، ضروري عاد تجبد. شكرا، ارضى عليك ازاي. المهم هاد الصحتر عندنا بلدي على يدان.
الحك الصح ترى هنا السر خلاص ديال صح طريتها واحد المذاق. هو السر ديالها هو الصح ترى. المهم الا طولنا عليكم ما ديوش علينا، لا قلقنا شي واحد بالهضره ديالنا ولا شي حاجه. نزل اختي التليفون فوق المطاربه وخلي خلي خليني ندوي يقولوا خليني ندندن، خلينا نتكلموا، خلينا نهضروا. غير نزلنا التليفون تما باش نهضروا معاه بلا نكون قبل الهضره المدينه. ما عاد حنا عجزنا واحد عماين في طنجة جبنا تخلطنا الهضره مع المدينه مع المهم غنعجنوا بالمدافي ونرجع معكم باش ما نطولش عليكم بالعجين. تفضل على انا البنادم من بعد ما خلطتها في القصريه دابا كنجيبها هيدا للطابله وكنبقى نعمل لها هيدا ندلكها بهذه الليات يدي. كيجي صراحه العجينه ديالها واعره، الا كان نورنيه فوق النورنيه نعملوا لها هيدا. انا دابا برا صافي غنعمل لها هيدا وغنجمع شويه بالزيت بلدي صافي. انا البنات من بعد ما جمعت العجينه ديالي هي هذه، دابا غنعمل لها هذه البلاستيكه هذه ونغطيها بواحد النيدله ونخليها تختمر ونكوز نعدل معكم الحشوه. بقاو مع الفيديو. ها المقادير ديالي البنات، البصيله ديالي هي هذه، الدجاج، الفليفله، الزيتون، الطون. المهم دابا غنشحر البصله. نقي لها عملت لها شويه د الزيت ودابا غنعمل ديك الدجاج. هانتوما من بعد ما سخن الزيت غنعمل الفلفله. هانتوما من بعد ما زول ديك البصيلات شحرت عرود هاد النقلة وعنشحر هاد الدجاج. دابا من بعد ما حيدت الدجاج غنعملها الفلفلة هادي. الفلفلة عندي غير صفراء ما عنديش حمراء، الا كانت عندكم نتوما حمراء عملوها. انا من بعد البنات وجدت كل شيء. المهم الكفته هي اللي ما طيبتهاش، غنعملها خضره ما كتحتاجش طياب. الفلفله هي الطونطون ما جبناش هاد الزيت حيتاش كيعملنا الحبوب، جبنا غير هذا الطماطيشه، الدجاج، البصيله، المهم الفرماج. دابا غنخرج نقرص ديك البيتزا ديالي وهانتوما معانا. انا جعت لها العافيه، كنتمنى تكون بالكم داك الشيء. هيا حميت لها الفرن، انا اللي حميتها له. نمشي نشوفها شنو هي القيده بها هي. قرب لي هنا، قرب لي هنا. ها هي عاود العجينه ديالها توصل لي كيفاش بالبواوة. شفتي يوما مناكلو البيتزا اخيرا قالها. زعما بحال اللي عمرها كنا نعملوها في الفران د الطوطا. هذا ناكلوها في الفران د العواد. واحد زيد جوج ثلاثة أربعة خمسة تبارك الله. المهم أنا ما نشوف وفي بلقين دينا فتيك هذي بقيت سواني أربعة. واخ يلا كمل على الشغل. هي باقي خصني واحد السينية أخرى. أنت عندك خمسة؟ المهم واحدة نخليوها تعطي واحدة ونقي واحدة. أنا خصني ندخل مرة واحدة. أجي أجي جلس قدامي. ها أجي جلس كاين وجه خبزي على خبك فوس. انا لا قلق انا جيت لعندكم المشاهدين. ايوا عندك ما غير حاول تاخذ طقطق العافيه. يعطيك الصحه عاونتني بالصح. هاي ترى هاي انا نقول نعاونها مش ما نقولش ما نعاوناش. صافي دابا قال لهم هذه صافي نخليها من طرحو شويه وعنرجع معكم. عفا يمكن انا بن عسل. عم بانا مريم؟ ايه مريم خطيرة البرودة وما تجيب كيشي ديك الطحين ديال فينو اللي بيعاوني على الطريق. اه تنطفو لك صحة. ها اشتغل ها الصراحة العجينة ديالها جات متلوكة. صافا مريم شوف عبد الواحد طرح لي بيتزا يما الحبايب هذا خاطر طرح عبد الواحد. ايوا انا نعرف هذا طرح الناس. شو هادي هادي ديالي مع ديالو حيت حيت لعب شي تما صح ما عرفتي ما عرفتي ما عرفتي انت شو كيفاش عملت له واش بقى انت هاي تطرح ولا كيفاش تطرح؟ غطيه غطي له ديك التقيبات.
هي خصها ضروري تجي. هايدا هايدا بحال ديالي، شو ديالي؟ انا دابا طرحتها، دابا غنعمل هاد لاصوص ديالي. بسم الله، هاد انا عبد روحي. كلشي واضح وباين، وضح الشمس في نهار كبير. نسيت ما تقول حتى شي. ايوا ماشي ضروري خصك تعمل لها هادي باش كيدخل لها داك الشيء مزيان. هادي ضروري، ما نديرش ما نتفخش شي، ضروري هاد الشوكه هادي. دابا نعمل البصيله هي اللوليه، دابا نعمل الجبن، نعمل الجداد هما الدجاج. الجداد قول الدجاج، الدجاج والجداد وكل شيء. ها المساند الرسمي ديالنا، اللهجه ديالنا المغاربه كامله، الدارجه ديالنا دبني احمد. كلشي الدجاج. ودابا شني نعمل الفلفله ديالي مورا الدجاج. الفلفله الصراحه هي اللي كتعطيها المذاق. من الزيتون ها هو مقطع، كيبغى الزيتون هذا، هذه غنعمل لها الزيتون غير اخضر، وواحد اخرى غنعمل لها الزيتون كحل. المهم دابا حال غنزيد الجبن من فوق، ونفس الطريقة ديال الكفتة غنعمل لها هيدا، و ديال الطون غنعمل لها هيدا. أخليكم مع الشكل النهائي إن شاء الله ديال البيتزات كاملين، المهم بنفس الطريقة ياك؟ أه. ولا عندك مختلفة اللي كاملين بغا من لما؟ واحدة عندي ديال الطون، واحدة ديال الدجاج، وواحدة ديال هذا. يلا واخا. واحدة ديال الكفتة. الزيتون، هذاك الزيتون بلدي. ياك؟ أه. صافي دي هذه الفرنة. دابا غنعمل، عملت الصلصه، دابا غنعمل شويه ديال الجبن من تحت، البصيله، كلشي نعملو انا، البصله والفلفله. بصح حيت البصله والفلفله هي اللي كتعجبنا المذاق ديالها، كتجي واعره يا. هذه الكفته عدلتها خاضره، هذه بتعدلها بالكفته. مزيان. وهذه اللي غنعمل دابا ديال الطون، غنفرش لها عاود الجبن من تحت ضروري فوق لاصوص، وغنعمل هذا التون. التون مطيشه ما كيعملناش الحبوب حنايا، الصراحه كيعجبني غير بواحد نقيه ديال الزيت. عرفتي شنو كيعمل لي انا الزيت؟ ماشي مزيان. المهم انا حكيت لهم شويه السحطر، ها هو حكيت لهم السحطر، ودابا غنشارك معكم التدخيل ديالهم. بسم الله على بركه الله. غنعملهم في الجباد في المطرح، وندخلهم الفرن. بسم الله، مادام هو يعاون يعاون المدام ديالو. بسم الله. ها نزيد معكم اخرى، ها هي ندير لها عاود شويه السحطه. ها السحطر، ها هو، ها هو هذا الشاف، عاودوها معاكم. ها بسم الله، ها نحركو شوية هذا الجمر، ها هما شتا، ها الجميرة هاهو نحركها شوية باش البيتزا ديالنا طيب. ها هما فين هما، بقينا وحده، هي سلمى تكمله. رجعنا لعندكم، ها هي ها الفينار. ياه نزيد نحك لها غير هذه شويه الصحتر وانا سالي. ياك واخ. المهم الشكل النهائي يا الحباب، ها انتم، ها البيتزا الحمديه على الطريقه الجبليه والاكله الايطاليه. هلا شكون بغى لي شي طريب؟ جوج دراهم يلا. جوج دراهم، جوج دراهم. وبقى واحدة في الفرن، وبقى واحدة في الفرن، بقى كطيب. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كتجي، الصراحة عمل لك ما عملتها كادون طوع بوحديتها،
ومقرمله ما مديك الشرفة. المهم انا غنقسم معكم وحده وتشوفوا. بسم الله. هيا تجبد عبد الحي شويه. تجبد شويه مش عاد تجبد. بسم الله. بسم الله. وارد الصحة. انا وانت اللي عطينا الصحة. أيوه. المهم المشاهدين ديالنا نتمنى من الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، نكون خفافين درافين على قلبكم كما دائما كنقول لكم، الخفة هي اهم حاجة ماشي كامل، وكنشاركوا معكم حياتنا كما هي. واليوم فرحنا ولادنا بهذا البيتزات، ودابا ان شاء الله المغرب عدين غندخلوا، انا خليوها للعشاء صراحة نتعشاو بيه. خليوها للعشاء. وبسلام عليكم وتهلاو في راسكم. مهم المشاهدين ديالنا تهلاو انا فراسكم، حداكيت انا اليوم والله الا حداكيت البيتزا الايطاليه على الطريقه الجبليه. تهلاو انا فراسكم، السلام عليكم.